طبعا وصلت البيتزا. جمال فوق الوصف. هلا والله شباب، طبعا انا مع خوي اليوم. هلا هلا الله يحييك. مسكت ويصور هو يوثق. مساك طيب. والله مساك بخير. كيف امورك؟ طيبين؟ اكلت ولا ما اكلت؟ والله باقي قاعد دخلت مطعم. ايه والله ابتلشت في المنيو حقهم فما طلبت والله. طيب انا بروح اكل. يلا ناكل سوا. خل نروح نشارك حبيبنا. تعرفهم باسمك بس. عمر العطوي من اهل تبوك. الله سبعة نعام. الله يسعدك. طبعا انا وعمر الان بندور على مطعم طيب هو ما شاء الله عليه خبره بالمخابز والكافيهات والاشياء والاكل. ما شاء الله عليه طبيخ يعني. كافيهات نبيك تختار انا مطعم على تبغى ريفيو حلو ولا ما تدخل الا تدخل مع جنب وتضغط رقم واحد وتطلع ما حد داري يعني مطعم هذا. عندنا طبعا نظامنا اليوم 100 ريال اللي تساوي 700 قفل. فبنحاول نصرفها كلها. طبعا اوريدي صرفنا نصها. تبغى تصرفها افطرنا وتقهوينا وتمشينا وشرينا بعض الاغراض. كم باقي معك عشان باقي نتغدى؟ كم باقي معك عشان انا اعرف المطعم؟ تقريبا 200-250 قفل. ايه بسيط الحل ضبطنا. يلا مشينا. طبعا عمر بكره ماشي الكيف. نعم. فلازم يشتري لها شوكولاته وما شوكولاته. فرحنا يوم مصنع الشوكولاته اللي صورته بالفلوق اللي راح، فاخذ كميه شوكولاته نطعم الحي كله. نطعم الحي كله. فصراحه المصنع حق الشوكولاته هذا من افضل المحلات اللي تشتري منه الشوكولاته، خاصه اذا كنت تبي. هو اساس لانه هو احنا في مدينه لفيف، هو اسمه شوكولاته لفيف بالضبط. هو هذا المصنع، المصنع حق الشوكولاته بالضبط، هو نفس اللي صورته بالفلوق اللي راح. فاذا ما شفته ارجع للفلوق اللي راح وشفه كامل مع تفاصيله واسعاره. مدينه لفيف تعتبر مدينه القهوه، فاهل القهوه دائما تحصلهم بهذه المدينه. ومعنا عمر ما شاء الله تبارك الرحمن خبره بالقهوه، فكيف شفت المدينه يا عمر؟ والله شفت انهم تنتشر عندهم ثقافه القهوه يعني بشكل كبير. ايه والناس كثير والله رواد المقاهي هنا. ايه وما شاء الله مميزين بالفن حقهم محاصيلهم من جميع دول العالم يعني. والادوات والله في الكافيهات اللي مرها يعني كل ادواتهم يعني تخص السبيشاليتي كافي القهوه مختص. ما شاء الله حصلت هنا مصانع للقهوه هنا فيه محمصتين للقهوه المختصه، في واحده من محمصه مشهوره لها فروع في اوكرانيا كثير. ايه وفي محمصه هنا يعني اكتشفتها الا هنا في لفيف، عندهم والله بن مختلف يعني طبعا من جميع دول العالم. تعتبر من اشهر المحامص للقهوه، لها فروع كثيره اقول لك. ايه طيب سؤال الاخير انا دائما احب اسال، كيف شفت مدينه لفيف؟ والله اني حصلت فيها يعني مقاهي على مستوى يعني صدق. ايه وحلوه والله اجواءها واسعارها. والله بالنسبه لي انا لفيت يعني اوكرانيا اغلبها، فهذا البلد اللي انا عجبني وارتحت فيه. ايه وسافرت ورجعت لفيف نفسها ما شاء الله. فزي ما قلت لكم انا امس اساسا قلت لكم هذه المدينه من اجمل المدن في اوكرانيا، جيت فيها كم يوم وناوي اجلس فيها ايام لانها صراحه من اجمل المدن في اوكرانيا. ما قاطعك يعني اقتل اغلب الناس الاوكران والعرب اللي ساكنين هنا كلهم اجمعوا على حب لفيف. يا سلام. اللي اساله يقول لي والله هذه افضل ما، وانت تلاحظ خميس وجمعه ايام الويكند عندهم. ايه الفنادق فل، الهوستيلات فل، ما تلقى. صح صح. فلفيف هنا ايام الويكند كل تقريبا الهوستلات والهوتيل اغلبها تفلل، لان هنا تقريبا اغلب الشعب نفسه وقت الويكند يجون لهذه المدينه الجميله. حتى لما انك تحجز شقه او فندق، لا الفندق ما ادري بس الشقق اغلبها اللي تحجز يقول لك يوم السبت والاحد مثلا اجرك 800 قرفن، يقول لك السبت والاحد 1200 1000 يعلمك من بدري. يرفعون السعر بالغالب يرفعون السعر ويعلمك. فنصيحه عمر لكم اذا حابين تجون لفيف احجز قبلها كم يوم، لا تحجز بالويكند لان الاسعار بالويكند ترتفع، اغلب الهوستل واغلب الفنادق تفلل بالويكند، فاحجز قبلها بكم يوم عشان توفر بالسعر ويكون السعر اقتصادي وانك تنبسط في هذه المدينه.
تطلع فيه عيوب وتطلع فيه ايش مثلا تقول ناقص اكيد. المفروض انا يعطوني بونص تدري ليش؟ انت اعطيته اعلنت لهم اجيب لهم زباين يعني والكافيهات كذلك. هذا عباره عن وش مطعم؟ هذا مطعم يطعم يسمونه بيتزا. تشوف عندك الطحين اللي يستخدموه. ايه احنا جايين هنا. يا سلام. هاي هاو ار يو؟ I'm great. Do you have any place available? Three people. Yes. Two. Two. Okay. Go with me. يا أخي إذا جيت مع واحد خبرة بالمطاعم يجيب لك مطاعم غريبة جدا. شوف كل مكان كل مكان تحصل دبدوب. كل مكان. الله يعطيك العافية على المطعم يا حبيبي. بس أهم شيء الطعم. تشكرني بعد البيتزا عاد أنت. بنشوف كيف. والله حتى أنا بنزل يا أخي. هنا أي مكان تدخله عندهم نظام تدفئة فتحس حالك بالصيف. عاد أنا وعمر لابسين جاكيتين فلازم ننزل. كيف نظام التدفئة هذا اللي عندك؟ هذا زي الموية حارة كذا مكيفة. لا 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 لا. في مكيفات وفيه نظام زي الهيت. What's the best? What do you recommend? So because this is our first time to come here, so do you recommend something for us? You don't eat pork, yes? Huh? You don't eat pork? Yes, yes. Yes. Okay, you can take Brazilian burrata. It is beef with cheese. Yes. طبعاً وصلت البيتزا. أنا طلبت هذه مارغريتا. جبن مع خضروات. قوي أنا طلب مع الزيتون. بنجربها ونعلمكم كيف الطعم. هذه البيتزا اطبخها على الحطب فطعمها جاي غريب. ثانك يو. كويس يعني اغلب البيتزات والله رهيبة. لحمة جديدة والله طعمها كذا كلمة خفيفة كأنك مسويها بلبر. بلبر على الحطب. أكثر واحد تشوفه بالحياة يصور. لكنك مبدع. 256 جيجا باقي فيها 5 جيجا. فللت والله يفلل. مع المناظر هذه ما أدري وش تسوي وش تخلي. لأني بكرة مروح إن شاء الله. إيه ما أدري كيف أصور. افطرت وتقهويت وتغديت وبتقهوى مرة ثانية. لكن المرة هذه عمر نبيك تختار لنا كافي. شوف انا جايبك عند كافي هذا مجرب 99% من كافيهات لفيف. ايه هذا مميز يهتموا في جودة القهوة وحتى البن اللي يستخدموه يعني جودة عالية. كثر حرصهم مع قهوة يعطوك قهوة سفري الا محلي. ممتاز يعني ما تطلع سفري. ما تطلع سفري عمر رح تجيبنا الاماكن حلوة. هاي How are you? So, he will bring you a lot of customers here. يا أخي عمر 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 من وين نجيب المحلات هذه؟ علمنا السر. والله شوف أنا إنسان مهتم في الكافيهات والقهوة المختصة فأبحث عنها والله بعمر. Thank you. جايبينها من امستردام يعني كل اسبوع اجيهم تلقاهم مغيرين جايبين بن ثاني بن جديد. والله العظيم الجمال فوق الوصف. شوف الكافي يا حبيبي الله يسلمك. شوف المنظر كيف. شوف الاطلاله كيف. سبحان الله والله العظيم اجمل من هذا الكافي ما قد شفت حتى الان. طبعا عمر انت عندك محل كافي. اي والله الحمد لله. بوتشيلي كافي حي مروج. الله يحيي الجميع اللي يجي. لازم تعطيهم خصم ديسكاونت يعني. والله تبشر اي احد من طرفك يبشر. الله يسعدك يا حبيبي. والله المحامص نتعامل فيها واحنا شغالين فيه بنفسنا يعني نعطيك
الشيء اللي احنا رضانا. كان هذا الفلوق 100 ريال وش تسوي لك هنا في لفيف؟ طبعا تغدينا وافطرنا وتقهوينا وحلينا وشرينا الكاب، فانت مو كل يوم راح تشتري الكاب، مو كل يوم راح تقهوى مرتين، مو كل يوم تروح المطاعم غاليه. فحطوا لايك واشتراك وانشروا المقطع وكونوا سعداء دائما.